والله كنا عند اخ عزيز علينا ابو حسين علي محمد سعد المنصوري في مقبرة سبحان، وجينا الى اخ بعد هذا شباب حسين علي عبد الرضا ابو سليمان زوج الاخت نبيلة صفية البخاري. السلام عليكم دار قومين انتم السابقون، احنا نقول الله لنا ولكم دنيا. قال والد يعقوب هو كان من احباب السيد هاشم بن سعد رفاعي زين طريق رفاع الصبي، يقول دنيا دنيا مصايبها كثيره، حشوها اشغال واعمال. هذا من سيد معرفي مقبره الجعفريه. اليوم الجمعه 28 محرم 1440 هجريه 26/8/2022. امكم الله صمديه قاعد يقرون من سيد ابراهيم حجي موسى معرفي، يمكن قاعد يصلون عليه. خلنا نسال هذا الاخ. السلام عليكم، هلا كابتن، شلونك؟ الله يسلمك. دفنوه ابو سليمان حسين عبد الرضا؟ اندفن ولا بعدين؟ لا، منو المتوفي عندكم؟ لا عظم الله اجركم. هذا لبلوت الوالد سيد يوسف الرفاعي، وادعوا له. انت مو كابتننا؟ اي والله عظم الله جل. هذا والله فتح ناس تجي تعتبر. الله بالقرآن يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. موقف المرحوم الحاج ميرزا عباس النجار. أمس الشيخ الحجازي يقول حبيب النجار، يقول يا ساقية العطاشة عطاشة كربلاء. عباس صديق الوالد في الفعي كان. والله خل نروح إحنا نلحق عليهم، والشمس تشهد علينا وعليهم يوم القيامة. يا رب الفاتحة سيدي تسوق والجميع. دنيا دنيا فاتحة. والله وحده الله والصمد. والله وحده الله والصمد. تلك الأيام نداولها بين الناس. ما يرحمهم ولا محمد رفيع معرفي وزوجته خالتنا فاطمة، حسين السباهي وبنتها ابتسام يمكن، وحسين علوان العباسي وابو عابد والمحامي علي عطية والجميع. فاتحة. وين صار المدفن؟ كان هني. هاي الصالة رحمهم الله. فاتحة. بدنا نسأل. ها نبي نسأل بس هو وين وصل؟ وين صار الدفان؟ بنوقف ونتورط من قدام شوي. سأل حجية. هلا حجية شلونك؟ وين الدفان حجية صار؟ الله يعطيك العافية. 15 بلوك 15. وين أي صوب؟ قدام. هات حجية هاي دعاء. قبل؟ إي والله على روح الوالد السيد يوسف الرفاعي. وادعي لنا. رحمهم الله. الله الله مساء شباب هذا وهي تبكي هاي. بايه وين دفن جديد؟ وين تعال. رحمهم الله الرامزي والقسطن والجميع.